شركتي من 4 سنوات والحمد لله كل سنة على سنة نكبر ونسوي ألعاب جديدة. والألعاب اللي أسويها أحاول أخلي يكون لها هدف ألخص في حضارتنا أو في شيء مهم أحس الشخص اللاعب لازم يعرفه، سواء كان في حقوق الحيوان أو عن تراث الإمارات من ناحية مثلا سباق الطيور أو تراث البدو في الإمارات.